شخصية المهدي، أنا معك أتكلم كسني حتى لا أسيء لإخواني الشيعة، لم يصح لدينا أحاديث قطعية عن المهدي، حتى قال بعض كبار العلماء صحيح روايات المهدي ليس صريحا وصريحها ليس صحيحا، لذلك رفضها وشكك فيها العلامة الجوزقاني في الأباطيل والمناكير، والعلامة الإمام أبو الفرج ابن الجوزي، والإمام عبد القادر بدران من أمة الحنابلة في العصر الحديث، والإمام محمد رشيد رضا، والإمام ابن حزم رحمة الله عليه، والعلامة المؤرخ الفيلسوف عبد الرحمن ابن خلدون، وكثيرون كثيرون شككوا في شخصية المهدي. وهذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في من ينكر خروج المهدي عليه السلام؟ جاهل، هذا جاهل ولا يخل بقوله، ينكر الأحاديث المتواترة ينكرها، هذا جاهل أو ضال، إما أنه جاهل وإما أنه ضال، فلا يلتفت إليه. وقد ألف في ظهور المهدي مؤلفات بيّنوا فيه الأحاديث الصحيحة وأنه لا بد من خروجه، لكن هؤلاء كذبون بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، كما قال الله جل وعلا: الإنسان ما يتسرع في الأمور، ما يتسرع في الأمور، يثبت ولا يتبع كل ناعق وكل من يهذي بما لا يعقل. نعم.